فما عندنا بعض نقائص ان شاء الله باش نعزوا الفريق، فما انتدابات زعما تصير في النجم الساحلي، فما ناس قاعده تخدم من الناحيه هذه بالتشاور مع سي فوزي، تشاور معي انا زياد الجزيري حسين جنايح، فما خدمه باش نحضروا فريق يكون قابل باش قادر باش يغوليف لي ديفي اللي جايين بالنسبه للنجم. مقابله اليوم ما نجموش نطلبوا من اللاعبين اكثر من اللي عملوه اليوم. اول حاجه مقابله اول موسم صعيب باش ترقى الريتم في مقابله نتاع اول موسم، اللاعبين ماك تعرف بعد العشر ايام اللي عملناهم وعملنا ستاج فيزيكمون ماهمش 100% وما حاش نجمهم باش يكونوا فيزيكمون 100% توا، حاش نبيهم بعد باش يكونوا حاضرين الناحيه البدنيه. عملوا ماتش كوريكت، ما كانش ماتش كبير برشا، غياب الجمهور كيف كيف ياثر، خاطر بالجمهور تعرف تحط اكثر انتونسيتي اكثر ريتم في اللعبه. دونك لو بوان بوزيتيف بالنسبه لنا احنا اون روتيان لي 3 بوان اليوم، 3 نقاط خليوا النجم الساحلي في الكورس للترشح لدور نصف النهائي. عندنا مقابله ناس 26 مع لي طرابلس في تونس، ان شاء الله نربحوها ونحضروا مقابله مراكش اللي بعدها. ونتصور عملنا نتيجه معناتها باهيه، نتصور ما كانت 3 بوان في بلاصتها، ان شاء الله يا رب يكونوا موفقين في الماتشات الجايين. وكما تعرف معناتها هذا اول العام باش تلقى ليكيب معناتها مش حاضر 100% وديجا عندنا عامين معناتها ما ارتحناش، ان شاء الله بقدره ربي برجعوا معناتها الجوارات الكل نكونوا مركزين وقدرة ربي فما كان خير ان شاء الله. الحمد لله معناتها الجيمي طون الاولاد كانت رياكسيون باهيه وقدمنا شوط ثاني ممتاز. الشوط الاول زاد معناتها كي ما سجلناش هدف هو اللي صعب علينا الشوط الاول، الحمد لله معناتها ولات عندنا التجربه نتاع اللقاءات الافريقيه ورجعنا في الشوط الثاني وسجلنا 3 اهداف اللي خولونا باش ننتصروا في المقابله هذه ونحضروا 3 مقاولات القادمين باش نتعداو الدور نصف النهائي.